عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. أهلا في منطقة شمال غرب سوريا. في البداية نعدكم أننا سوف نكون معكم بمنتهى الصراحة والشفافية بكل ما يتعلق بموضوع جائحة كورونا، لأننا نعتقد أن الطريق الأفضل لرفع وعي الناس هو مكاشفة الحقائق دون زيادة أو نقصان، دون مبالغة أو تبسيط للأمور. بالنسبة لما تم تداوله اليوم عبر بعض وسائل الإعلام عن وجود 4 إصابات في مشفى أطمة، فإن الحقيقة نعم كان هناك 4 مرضى لديهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة وسعال جاف وبعض الأعراض التنفسية. تم أخذ عينات من هؤلاء المرضى 4 وهي بعهدة مخبر الترصد الوبائي، وتم وضع المرضى تحت الحجر الصحي. لذلك حتى هذه اللحظة لا نستطيع رسميا أن نقول أنه يوجد حالات ضمن هذه المنطقة لعدم وجود تأكيد مخبري، وبنفس الوقت لا نستطيع نفي وجود الحالات لنفس السبب لعدم وجود تأكيد مخبري. وحسب الوعود المقدمة من منظمة الصحة العالمية، فإن الكيتات اللازمة ستصل إلى المخبر الوحيد الموجود الآن في شمال سوريا في مناطق سيطرة المعارضة، سوف تصل خلال الأيام القليلة القادمة. وحتى ذلك الحين لا يمكننا نفي وجود حالات ولا يمكننا تأكيد ذلك. لذلك من الممكن أن يكون هناك بعض الحالات حتى هذه اللحظة غير عرضية ضمن فترة الحضانة المعروفة 1 لـ 14 يوم وسطيا 5 إلى 6 يوم. وحتى في حال أخذنا عينات في هذه المرحلة لن يكون بمقدورنا تأكيد أو نفي الحالات حتى تصل الكيتات اللازمة لذلك خلال الأيام القليلة القادمة. لذلك إخواني الكرام، بغض النظر عن نتائج التحليل فإن الخطر كبير جدا والخطر قادم. لذلك لابد من أخذ كل التحذيرات التي تم الحديث عنها سابقا من قبل المؤسسات الصحية بعين الجدية. لابد من التطبيق الحازم والصارم جدا لموضوع العزل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالموضوع بتاتا، ولابد من أخذ وسائل الحماية الشخصية والبدء بتطبيقها بشكل كامل، لأن الخطر قادم وهو قريب حسب ما نتوقع، حيث يوجد الكثير من الحالات الآن في تركيا وكذلك في مناطق سيطرة النظام. ولذلك من المتوقع أن كورونا إما أنه موجود ضمن هذه المنطقة أو أنه سوف يصل قريبا جدا. لذلك دعونا لا ننتظر نتائج التحاليل لأخذ الاحتياطات، والحكمة تقول أنه يجب أن نكون قد بدأنا أصلا بموضوع الحظر المجتمعي وبموضوع اتباع كل التعليمات المتعلقة بوسائل الوقاية الشخصية. وإن شاء الله كما قلت لكم سوف نزودكم بكل التفاصيل بكل شفافية، وبمجرد أن يكون لدينا تأكيد مخبري على وجود أي حالة سوف نقوم بإعلان ذلك رسميا حتى وإن كان ذلك بعد منتصف الليل وفي أي وقت كان. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور منذر الخليل، مدير صحة إدلب، 21/3/2020، الساعة 12 ليلاً.